مرحبا، كيفكم يا حلوين؟ أنا مس هنا. كيفكم يا أولاد ويا بنات؟ كيفكم يا أحلى طلاب في روضة مدارس النظم؟ أنا كتير اشتقت لكم يا كي جي وان، واليوم أنا وياكم رح نتعلم شيء جديد بكتاب التربية الإسلامية، هو تشميت العاطس. رح نتعلم شو لازم نحكي بس نعطس، أكيد برافو عليكم الحمد لله، وشو لازم نعمل كمان، أكيد نحط إيدنا على تمنا أو نستخدم محرمة مفاينة، وكمان إذا كان في حدا من أصحابنا وأهلنا قدامنا شو لازم يحكوا لنا بس يسمعونا بنعطس، وشو لازم إحنا كمان نرد عليهم ونحكي لهم. أنا وياكم هلأ رح نحضر الفيديو هذا. أهلا يا أمي، كيف حالك؟ أقصر، فلتضع يدك على فيك يا عمر، وعليك أن تقول الحمد لله بعد العطاس. الحمد لله، يرحمك الله يا عمر. هل عطست يا عمر؟ وكيف عرفت يا أبي؟ هل كان صوتي عاليا لهذا الحد؟ لا يا عمر، لقد توقعت هذا عندما سمعت أمك تشمته. وما معنى تشمتني يا أبي؟ التشميت هو الرد على العاطس بعد أن يحمد الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وقد نحمد الله قائلين: الحمد لله رب العالمين، كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد سمعت إحدى جاراتنا بعد أن عطست تقول: الحمد لله على كل حال. ويجوز هذا القول أيضا. وماذا علي أن أفعل بعد تشميته لي؟ إذا قال لك: يرحمك الله، فقل: يغفر الله لنا ولك، أو قل: يهديكم الله ويصلح بالكم. هكذا تعلمنا من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله، ماذا تفعلين يا ساس؟ الحمد لله. يرحمك الله يا مهند. أحسنت يا سلمى، يهديكم الله ويصلح بالكم. رح نحاول هلأ نمثل المشهد هاد مع ماما. جربوا هلأ اعطسوا قدام ماما واحكوا الحمد لله، شوفوا ماما كيف رح ترد عليكم وتحكي لكم يرحمكم الله، وانتوا تردوا وتحكوا لها يهديكم الله ويصلح بالكم. ايش رح تردوا وتحكوا لها؟ يهديكم الله، نعم، ويصلح بالكم. أحسنتم، كرروها: يهديكم الله ويصلح بالكم. أما لو ماما عطست وحكت الحمد لله، أنتوا رح تردوا تحكوا لها يرحمكم الله، وهي رح تحكي لكم يهديكم الله ويصلح بالكم. أنا كتير بنبسط لما تستفيدوا من الدرس وتتعلموا أشياء جديدة، بحب إنكم تحضروا وتستمتعوا معانا للدروس وتستفيدوا منها. المرات الجاية إن شاء الله نتعلم أشياء جديدة. شكرا لكم وباي باي.